لكن واحد 4 حته دي بجيبها ازاي؟ بجيبها مع البرنر.
الجرانيا هتبقى اسمها ازاي، اشوف عدد الشرط اللي مرتبطه، الاقي واحده مرتبطه اشوف مرقم لها قد ايه، اعدهم العدد ده اضربه في الاكيورسي اللي هي درجه الدقه بتاعه الجرانيا، فاعرف البعد اللي موجود عنده. فعشان كده انا بيهمني قوي ان انا اعرف حاجه اسمها سكيل فاليو، حاجه اسمها زيرو ايرور، وحاجه ثالثه اسمها اكيورسي. السكيل فاليو هي عباره عن المسافه ما بين اصغر شرطتين موجودين على المين سكيل بتمثل كام؟ يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي المسافه ما بين شرطه وشرطه بتمثل لك 1 مللي ولا تمثل لك 1 كيلو جرام ولا تمثل لك 1 كيلو متر بير اور مثلا اللي هي عدد السرعه في العربيه ولا ايه؟ يبقى معنى كلمه سكيل فاليو هي الفاليو بتاعت السكيل، الفاليو هو بيمثل ايه؟ شرطه ما بين الشرطه والشرطه بتمثل ايه؟ انا ما قلتلكش المسافه ما بينهم كام؟ ما قلتلكش لو قست اكشولي هتطلع المسافه 3 مللي، هتطلع مللي، هتطلع نص مللي، انا ما قلتلكش قيس. انا بقول لك ما يمثله المسافه ما بين الشرطتين المتتاليتين على المين سكيل. اما الزيرو ايرور لو انا جبت الفيرنير دي قفلتها على الاخر ما لقيتش الزيرو بتاع الفيرنير منطبق على الزيرو بتاع المين سكيل. الفرق ما بينهم. فمش الفرق ده في كل الفرقات هيضاف او هيتشال صح؟ يبقى معنى كده انك انت محتاج لما تقفل لو لقيت ان الفيرنير ده قايسه نص مللي زياده يبقى كل الابعاد اللي انت هتقيسها تطلع منها نص مللي صح ولا لا؟ لو انت لقيتها بتقيس ربع مللي ناقص يبقى كل الابعاد اللي انت هتقيسها ادور عنها او عليها 1.5 مللي. علشان كده تقدر من هنا تحسب زيرو ايرور لما تقفل الاثنين دول على بعض. ما هي الاكيورسي؟ هي اصغر تدريج موجود على جهاز القياس. اصغر تدريج هنا اللي هو الفاليو. مش كده؟ اللي هي المسافه ما بين الشرطه والشرطه فوق بتقيس مللي. اما عدد الشرط اللي موجوده تحت كل شرطه بتقيس جزء من المللي. عشان كده الاكيورسي بتتعرف بعدد الشرط الموجوده على الفاليو. القياس الثاني او الانسترومنت الثاني الجهاز الثاني هو مايكرومتر. المايكرومتر ده هو عباره عن سي فريم، الشكل ده بنسميه سي فريم. السي فريم ده بيبقى شايل فيكس انفل عمود كده بيبقى ثابت فيه وبيبقى فيه عمود في الناحيه الثانيه موفابل فاسمه سبندل. فالسبندل ده هو عباره عن عمود لما بلفف التمبل دي بيبدا العمود دوت يمشي لغايه ما يقف في البعد اللي انا عايز اقيسه. ماشي كده؟ العمود دوت بيمشي ازاي؟ بيمشي نفس فكره المسمار والصاموره. انت لو مسكت المسمار والصاموره مسكت الصاموره في ايدك كده وحطيت المسمار تلاقيه يمشي لقدام. لو فكيته تلاقيه راجع لورا. نفس الفكره بالظبط. المايكرومتر خطوه العروض بتاعت المسمار اللي موجوده نص مللي لازم تبقى عارفها على فكره وحافظها. نص مللي خطوه العروض اللي موجوده في مسمار المايكرومتر نص مللي. وده معناها ان انا لما الف الفيلم دي لفه كامله الفند ده هيمشي قدام قد ايه؟ نص مللي. ماشي كده يا شباب؟ بقى بقيس البعد بتاعي بثلاث او بثري سكيلز. السكيلز دي عندي حاجه اسمها مين سكيل وده بيقيس النتنيك. يعني انت عندك بعد 10 مللي ده هيشوف لك ال 10. عندك سكيل تاني تحتيه ما بين كل شرطه وشرطه في شرطه تاني في النص. فده اسمه سكند سكيل فده بيقيس نص مللي. يبقى ده تاني جزء. الجزء نص مللي الجزء التالت بنسميه سامبل سكيل. سامبل وده اللي انا باخد منه الجزء المتبقي من النص مللي. يعني عايز اقول لك لو انت عندك بعد 11.65 ده هتقيسه ازاي؟ هتاخد ال 11 على المين سكيل فتبقى 11.00 هتاخد النص مللي من على السكند سكيل. ازاي يعني؟ هتبص تلاقي الحرف ده اللي هو ده معدي ال 11 شرطه ومعدي النص فتلاقي شرطه النص اللي تحت ظهرها قدام عينيك يبقى 11 ونص وحته كمان زياده.
سبحان الله. الكتله الزياده دي هتشوف انهي شرطه من دول المنطبقه. الشرط اللي موجوده على السمبل هم 50 شرطه. 50 شرطه بيمثلوا نص ملي. يبقى الشرطه مقدارها قد ايه؟ 1%. مش كده؟ يبقى الشرطه 15 يبقى كده 1/15 يبقى البعد ده 11 وبعدين نص وبعدين هاخد ال 1/15 من على السمبل سكيل. يبقى لو البعد ده 11 1/6/5 هشوف 11 فوق وهشوف نص تحت وهشوف الشرطه رقم 15 هي المنطبقه. يبقى انا كده هجمع 11 زائد نص زائد 1/15 من هنا هقدر اطلع ايه البعد اللي موجود عندي. طب لو كان البعد ما عندناش النص خلاص يبقى هو زي مثلا 10 وربع. ال 10 هاخدها من على المين سكيل وما شفتش نص تحت فهاخد الربع من على الفيمبل سكيل. ماشي كده يا شباب؟ فيبقى من هنا اقدر اقيس بالمايكرومتر. المطلوب من سيادتك في الاثنين انك تعرف فكر كل واحده وكيفيه القياس عشان ممكن يجي لك رسمه ويقول لك البعد ده كام. ماشي يا شباب؟ طيب المفروض يعني بالنسبه للاجزاء اللي انا شرحتها لك دلوقتي نقول مثلا بالنسبه ل 80% من الاسئله اللي بتيجي في المتر ما منهم انا قلتها على 10 خلاص؟ لكن كمان انت يمكن محتاج انك انت تذاكر. فلو انت عايز حاجه تذاكر منها اكسترنال اكيد انت معاك الورق يعني اللي انت تذاكر منه. الورق ده موجود في مكتبه كانون ومكتوب في مكتبه الصباح. ممكن ان انت تذاكر زي ما انت عايز.